نتمنيت تكونوا بخير وصحه جيده في هذا النهار يا ربي. اصبروا معايا الباكويا جاوني بزاف يوم جاوني حوايج العيد. انا خارجه يلا دخلنا عجلسنا واحد شويه سرحنا حتى جا الكوريير قلت ليه يجيك الخير. جاوني من فرنسا هذا الباكو. هانتوما غنوريكم اشنو اللي فيه ان شاء الله. نشارك معكم حوايج العيد ديالي حوايج العيد ديال امي. ودعوا معنا يا ربي يسهل علينا ويحل علينا الحدود باش نمشيو ان شاء الله باش ندير امي تفرح بيا حتى هي يا ربي ان شاء الله. XL ديالي هادشي فيها حوايجي وحوايج واحد البنت صاحبتي كانتو هاد العبايات واعرين هادو عجبوني بزاف وعاود خديت منهم عاوتاني. خديت امي هادي بيضاء غنوري لكم كلشي وواحد الجوجات ديال صاحبتي غصغارات هادوك مغاديش نحلهم. غنوري XL هادي ديالي صاحبتي عندها الام صاحبتي رقيقه شويه بزاف عندها الام هادي وحده ذهبيه وحده وحده ديره وحده صفاء وحده دوري وهادو دياولي انايا هانتوما شوفوا دياولي انا كديرين. غنحل معكم دياولي باش تشوفوهم زوينين راه خديت عندها ديك المره شفتوهم معايا الفيديو اللي سابق. غنحل لكم الرقم ديالها هنايا الاخت سهام كاينه في فرنسا عندها داكشي زوين وعندها انستغرام عندها اللي بغات تدخل تشوف داكشي عندها رائع بزاف. ويلا هادي قصيره هادي بغيتها قصيره باش يخرج بها الواحد هنايا في ايطاليا تخرجي بها في الليل تعشي في مطعم تمشي عند شي حد هكا بلا ما تبقايش تجرجري زعما. وغنوري لكم وغادي نلبس وغتشوفوا معايا. غنخليها هنايا هادي هادي ديالي حتى هي ولكن طويله هاي كنت خديت هذيك المره من عندها بالذهبي دابا خديتها بارجنتي هاي نشوفوا معايا ولكن هادشي ما غيبانش لكم مزيان حتى لبسوا عاد غيبان زوين. المهم شوفوا ها هادشي شوفها دابا خفيفه هكا وغادي نلبس وغنوري لكم. غنشوف ديال امي ديال امي اللي مشوقه نشوفها. هادو حزامات ديالها اوكي هادو نشوفوها ويلا امي مسكينة يا ربي يحلو علينا وندي واليا يا كي ديما ندار ماتريموني ديما ندار يا امي هادي دي امي كويستا جاكو سي سي ho capito appunto واو واي 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 امي elegante proprio امي هادي غتفركسك هادي ها si merita proprio un ولكن غنلبسهم كاملين وغنوريهم لكم باش تشوفوا معايا. غنمشي للبيت وغنشوف معايا اش غنلبسهم دابا. ها الاولى شوفوها معايا مزيان هنا هانتوما شوفوها معايا شوفوا اليدين ديالها الخدمه كي دايره وهنا شوفوا هنا عاوتاني من العمق ديالها خدومه مزيان هادشي متبت هانتوما اوكي تتجي مع يعني ليغانتي تتجي مع العصري تتجي مع الحضور تخرجي بها تكوني مزروبه هكا دغيا تلبسي عليها شي تيشورت. انا غنلبسها تي شورت انصكم لتحت اللي كنت لابسه ما بدلت ما حتى شي حاجه ما درت ليها حتى شي حاجه بقيت لابساه وصافي كومبيتر ان كوالسيتي مومنتو اي حاجه درتي ليها لتحت غتجي معاها صافي. يلا غندير لكم عاوتاني الاخرى هذه عجبتني بزاف ماشي غير شويه هذه رائعه شوفوا معايا هذه كي دايره شفتوها هذا الشيء ديالها هنايا العنق ديالها محكوم لاطاي برفيتا هذه ال ال ياكو ها ال هذه ديال نو ال نو هادي الاكس ال هادي هاد لاطاي هادي اكس ال واخا انا تلبس ال خاصك دائما تاخذي واحد لاطاي ديالهم لان تيجي بحال صغيري شويه تاخذي لاطاي كبر من ديالك لهذا انا خديت اكس ال هانتوما شوفوها معايا شفتوا شحال زوينه اوكي صافي دابا غنمشي نجرب دابا ديال امي شوفوها
غنجرب دابا البيضه وغنجي عندكم ان شاء الله. شوفوا من اللور ديالها هانتوما شتو من التحت. صافي دابا غنمشي نلبس البيضه ديال امي نوري عليكم حتى هي ونشوف لاطاي ديالها. واخا تكون كبيره عليا امي خديت ليها طاي كبيره خديت ليها 6 اكس ال. واخا تسمعوا 6 اكس ال قالت لي كيكونوا مرخوفات شويه ما كيكونوش واسعات بزاف. صافي يلا غنلبس البيضه ونجي عندكم. هذه ديال امي تنشوف فيها دابا حقيقه الكتاف راه تقريبا بحال ديالي انا امي حتى هي ماشي شي وحده عريضه. ما لبستش معاها البيض خليتها هكا تلبس معايا اللي بغات الثوم اللي بغات بيضه تلبس معها اللي بغات. المهم زوين الابيض زوين بزاف وسيرتو مع هاد الدوغي جد زوينه فيها غير العرض من هنايا الكتاف هما هادوك ولكن عريضه عريضه عليا انا من هنا في هذا. امي غتجيها غتجيها مزيانه ها انتم شوفوها معايا ايوا كي دايره من التحت خدومه مزيان غنوري لكم من اللور ديالها. غنحيد القف دابا باش غتشوفو هانتوما كواصور هانتوما شوفو الشكل ديالها كي داير زوينة في الحقيقة. هادي بالقف تا هي أنيقة إن شاء الله تعجب أمي وتجي قدها. وهذا هو الشكل النهائي ديال حويجات العيد ديالنا. يا ربي دعاو معايا ندي لامي هذه حتى هي تفرح بها مسكينه في هذا العيد. يحلوا علينا يحلوا علينا نمشي البيت من الصباح. وهذا الشيء اللي كاين نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. غنخلي لكم الرقم ديال الاخت سهام الانستغرام ديالها ودخلوا تشوفوا عندها فيهم الالوان فيهم سميتو الزواق اللي بغيتو الاشكال كيختلفوا عندها داكشي واثمنه مناسبه. يلا شكرا لكم على المتابعة وإلى فيديو قادم إن شاء الله. ما تنسوش جمال عليكم فيديو. مع السلامة.